يا ست مطر يا اختي، عمالك تتلفتي مين وشمال، هتخلي اللي مش واخدين بالهم يفتكروا ان احنا عاملين عامله ولا حاجه. يو برضو الحذر واجب، الواحده مننا لازم تاخد بالها وتحرص. ليه يا اختي كفالة الشر، واحنا يعني داخلين نعمل معصيه ولا حاجه؟ يا بنت مش قصه معصيه، انما الولايه اللي احنا طالعين لها دي ما نعرفهاش، لا عمرنا شفناها ولا كلمناها. اطمني، انا كلمتها وعملت فيها حبيبتها على الاخر، اطمني بقى. وبعدين تروح للراجل صاحب الفرن تقول له يديك الورق اللي قلت له عليه. ماشي، هجيب بجنيه عيش. بجنيه؟ وبعدين فين رغيف اللي كنت سايبه على المكتب امبارح؟ خلوا تتزير بقى. ايه اسمعي الكلام. دي هي يا مين يا مت؟ علي بس انت قلقانه من ايه؟ انت قلت لي البيت ده بتاع مين؟